شنو المدرب دابا ديال المنتخب الوطني؟ الزاكي. الزاكي هو المدرب ديالنا. المنتخب مزيان، الدراري فيه مزيانين، وتم الزاكي تا هو مزيان. دا الماتش ما خصناش نسقلو، الماتش ديال الافتتاح خصنا نتفرجوا فيه. مازال ناقص جاتون با غروند شوز زعما. ديجا اينون با زعما اينون با بريباري اوتون، خصهم زعما وقت اكثر. هادي ما عرفتش شي 22 عام ما بالنا لا منتخب لا والو. كنتسناو التوصي المغربي تشوف اش غيدير لنا. الا كان تواصل الميلونج ما بين اللعاب واللعاب راه غيوصل، وإلا كان كيدير الفرديه ديالو والشخصيه ديالو راه ما عمرنا غنوصلوا. المنتخب الوطني مزيان ان شاء الله، الا غادي في هذا الطريق هذا راه يدير شي يحقق شي نتائج مزيانه ان شاء الله. المقابله ديال غدا ان شاء الله نفوزوا فيها ان شاء الله بحول الله. المنتخب الوطني واش من بعد دابا التوصي، من بعد التوصي لحد الان ما نحكموش عليه 100%، ما نحكموش عليه، لان حتى التشكيله اللي كاينه دابا الدراري اكثر اللي عيط عليهم كاين اللي قدام شي شويه، ولكن في نفس الوقت ما كانش عندهم واحد، ما كانوش كيلعبوا لي تيتيلر اولا. كنشجع الفريق ديالنا بزاف وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في كان 2013. والله ما مسوق ليا ما فراسيش واش غدا كاع لاعبين بالله حق الرب، مي غدا نتبعهم ان شاء الله. هادشي اللي نقول لك.